متابعينا بصباحنا لليوم، ووصلنا لأولى فقراتنا رح نروح فيها مع عالم الشباب والإبداع والتفوق، حيث أثبت الشباب السوري دائما وجوده في كل مكان وتميزه في جميع المجالات رغم الظروف يلي مريت فيها البلد، لكن التصميم والإرادة مثل ما تعودنا والسعي نحو الهدف يبدأ من الذات والعمل على تطويره. أكيد ليال، اليوم بيسعدنا نرحب بالمهندسة بيان مندو، حضرتك المسؤولة عن تنظيم وإدارة الفرق المشاركة في المسابقة البرمجية الجامعية على مستوى إفريقيا والوطن العربي في مصر لعام 2021، وأيضا بدنا لك صباح الخير غفار ظاهر، حضرتك من الفريق المتأهل للنهائي العالمي والحاصل على الميدالية البرونزية السورية من مشاركة الفرق السورية في المسابقة البرمجية الجامعية على مستوى إفريقيا والوطن العربي لعام 2021 في مصر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية رح نبدأ مع حضرتك، خلينا نحكي عن المسابقة، خلينا نحكي عن يمكن المستويات يلي وصلنا لها يعني عند الشباب السوري لحتى وصلنا لأنه تكون على مستوى الوطن العربي. تمام، نحن كثير فخورين بالنتيجه اللي قدروا يحققوها الشباب السوريين بالاي سي بي سي لهي السنه. الحقيقه نحن حصلنا على 4 ميداليات وعندنا كان 4 فرق حتشارك، والمميز كان معنا هي السنه هي بطوله اليافعين يلي حققتها سوريا للمره الاولى. البدايه كانت المسابقه بال 2011، كان في عندنا مشاركه اولى بدعم من وزاره التعليم العالي. من 2011 لليوم ممكن نحن نكون شاركنا بثلاث فرق، 5 فرق، حاليا صار عندنا 200 اكثر من 200 فريق عم بيشاركوا عمليا كل سنه، وعم بيحاولوا يبدوا من مستويات محليه اليوم يعني على مستوى جامعه، خلينا نقول ممكن على مستوى جامعات حكوميه، كل جامعه حكوميه بجامعتها، او على مستوى جامعات خاصه. الموضوع صار اكبر من انه يقتصر على التعليم الحكومي فقط، فصار في عندنا جامعات خاصه عم تشارك. كثير حلو اليوم ناخذ افضل الفرق من كل جامعة ليشاركوا على مستوى سوريا. على أساس شو بيتم اختيارهم؟ اليوم الطلاب هي بكون عندهم أحيانا أساس برمجي، بس الأساس البرمجي هو ما الشيء الأساسي، بيهمنا التفكير المنطقي، التفكير الإبداعي. اليوم البرمجة هي برمجة تنافسية competitive programming، فهني عم يشتغلوا بأسلوب أنه أنا اليوم كفريق تكون 3 أشخاص عم يشرف علينا مدرب، قدرانين نحل مع بعض مسائل بأقصر زمن بأفضل حل، فهون بتخلق تنافسية بأنه أنا كيف بدي أقدم الأحسن دائما. كل سنة بيكون في عنا مجموعة من الطلاب عم تتطور، لأنه هاي خبرات تراكمية عم بتصير، بحق للطالب خلال فترة الجامعية كلها أنه يشارك بهي المسابقة. بعد ما نوصل نحن للمستوى السوري بناخذ أفضل الفرق اللي عنا إياهم ليشاركوا بالاي سي بي سي اللي هي عم تكون على مستوى جامعات افريقيا والوطن العربي. الحقيقه كل سنه من 2011 لليوم عم بيكون في لنا مراكز متقدمه، اليوم لما بيكون عم يشارك 143 فريق من بينهم 17 فريق سوري، وبناخذ 4 فرق تاهيل عالمي، فهو انجاز اكيد. فيعني نحن كثير مبسوطين وفخورين بهذا ان شاء الله. هيك على طول نشوف دائما ليا شباب سوري عم ينتج وعم يتطور، وخصوصا بهاي الأزمة اللي نحن عم نعيشها، يعني رغم كل الظروف ضليتوا مستمرين كان بالجامعات أو بالعمل. خلينا نحكي عن كيف تم التحضير للمسابقة. قبل المسابقة شو كنتوا عم تشتغلوا؟ تمام، نحن بكل موسم دراسي جديد بيكون في عنا ندوة تعريفية بكل جامعة، بنعرف الطلاب الجدد لأنه هني بيكون هدفنا الأول أنه هني يشاركوا ويفوتوا من السنوات الأولى على هذا الموضوع، كرمال يصير في عندهم خبرات تراكمية مثل ما حكينا خلال 5 سنين ليقدروا يوصلوا للعالمية. اليوم المنافسة أكبر لأنه في عنا طلاب ممكن تكون أولمبياد، في عنا طلاب عم تشارك بماراثون اليافعين للبرمجة، في عنا صار مسابقات كتير عم تكون قبل الشيء الجامعي، فهو بسن تحت ال 18 عم بيكون عنده خبرات، فلما عم يدخل على الجامعة فعم يكون أشخاص هي ما عندها خبرة أبدا أو أشخاص عندها خبرة قديمة، وفي عنا الطلاب اللي هي حققت إنجازات على مستوى مثلا محلي أو مستوى سوري من قبل، هي عم تساعد
تساعد الطلاب الجدد وعم تخليهم تنقلهم الخبرات اللي هي عندها اياها لهم، فهون الخبره ما عم تتوقف عند حدا. فبهي بالبدايه هي بيكون في معسكرات تدريبيه بتكون تقريبا بعطلة الربيع او يعني بالفصل الاول تقريبا بالعطلة الاولى بالسنه الجامعيه بيدربوا فيها بمعسكرات مكثفه، ممكن تكون هي مده اسبوع، كل يوم عم يمتد على الاقل 5 ساعات. 5 ساعات تدريبية يعني هو شيء كتير مميز، وبتبقى هون بيكون نهائي محلي، بعدها قبل المسابقة العربية بصير في تدريبات للأشخاص اللي هي تأهلت فقط والعالمي بنفس الطريقة. فهيك عم يكون في عنا تحضيرات. نحن لليوم عنا ميدالية ذهبية بمشاركة غير رسمية للفريق كانت لجامعة تشرين، في عنا ميدالية فضية لجامعة دمشق وبرونزيتين لجامعة عنا للمعهد العالي الهايست، وفي عنا لجامعة دمشق صح؟ تمام. نحن حكينا مع بيان عن التنظيم الفريق وعن يمكن آلية العمل، ولكن خلينا نروح غفار صح لفظته، خلينا نروح لعند حضرتك. أنت المتأهل للنهائي العالمي والحاصل على الميدالية البرونزية السورية في المشاركة مع الفريق السوري في المسابقة، خلينا نحكي بالبداية عن التحضيرات، خلينا نحكي كيف وصلت لهذا المستوى، كيف تنافست مع زملائك يعني من مختلف الجامعات مثل ما قالت بيان موجودين معكم، وخلينا نحكي هيك الفيدباك كيف كانت. هلا بصراحة أنا تعرفت على المسابقة لما كنت طالب ثانوي، فنحن كنا نشوف طلاب جامعيين هندسة معلوماتية عم يتنافسوا هيك وينبسطوا بهاي المسابقة، حبيت الفكرة كتير أنا، ولما دخلت المرحلة الجامعية فوراً رحت انتسبت للنادي، عندنا يعني نادي المسابقة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، اللي عن جد كان عندنا مدربين وبني تحتية كتير كويسة كانت في بظل هالظروف. صرنا ندرب، يعني بلشنا نتعرف على الأساسيات المسابقة، شو لازم الواحد يشتغل، كيف يبلش. شو كان عندك مؤهلات لحتى قلت أنا بدي أدخل بالمسابقة؟ هلا المؤهلات بشكل اساسي، انا مثلا كنت بحب البرمجه، مثلا كنت بعرف لغات برمجه قبل ما ادخل الجامعه. اوكي. وكنت دخلت مره باولمبياد الرياضيات، فكان عندي هذا التفكير الحاسوبي او تفكير الرياضي المنطقي شوي، اللي يعني كثير استفدت منه انا فيما بعد دخولي للمسابقه. هي كانت مؤهلاتي جوا لحتى ادخل بهي الجو، حبيته كثير انا بعد ما جربنا بالسنه الاولى والثانيه. فبالسنة الثالثة تطورت خبراتنا عن السنة الأولى والثانية كتير، فقررنا ندخل بشكل رسمي بالمسابقة ونسجل فريقنا، فالحمد لله شاركنا ووصلنا لهي المرحلة. بعد تدريب كتير طويل كنا نتدرب أحياناً باليوم الواحد لمدة 10 ساعات، أحياناً لفترات طويلة كنا نشارك بمعسكرات، كان يعني معسكرات الصيف كانت أحياناً تمتد من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل أحياناً، فكنا كثير يعني يتقدم لنا دعم الحمد لله كويس كثير، وحتى قدرنا نحصل هيك مرات. طيب اليوم بعد طلابنا ما تأهلوا للعالمية، خلينا نحكي عن الفرص المتاحة أمامهم، وين ممكن يصفوا، شو ممكن يشتغلوا فيما بعد يعني، أو يطوروا حالهم بنفس المجال. تمام. هلا اليوم نحن عندنا المسابقه عم تقدم، بالاضافه لانه هي عم بيكون في تنافس، اليوم انا عم بتعرف على اشخاص على مستوى سوري او كانت على مستوى وطن عربي او حتى على مستوى عالمي من نفس الاختصاص تبعي. خليني اقول انه هذا المكان الوحيد او هاي الكوميونتي الوحيد اليوم اللي عم تجمع طلاب من نفس الاختصاص، فهذا الشيء يعني انا اليوم عندي تبادل فرص، ممكن تكون لسوق عمل، ممكن تكون تبادل فرص دراسيه، فعم يتقدم منح دراسيه لانه يكملوا هن ما بعد الجامعه، سواء كان بماستر او بدكتوراه بجامعات تانية، او حتى انه انا اليوم بدي اخذ فرصه عمل من سوريا عم بشتغل برا، او ممكن انا اشتغل برا سوريا، فعم بيكون هو كمكان كثير عم بيقدم شبكه علاقات كبيره وفرص مميزه. اليوم في شركات عالمية مثل جوجل فيسبوك عم تدعم هاي المسابقة. اليوم المسابقة أنا لما بقول أنا مبرمج فأنا بحاجة ليكون عندي ممكن أكاونت على كود فورسز يلي هو الموقع المعتمد، لأنه أنا اليوم بعرف أشتغل برمجة تنافسية، فهذا الأكاونت هو عم بيقدم فرص كمان عمل. يعني اليوم لما بروح على شركة بقول له أنا عندي بروفايل ب
بهذا الويب سايت، فانه واو بيتابعوني بيشوفوا انا كيف كان النشاط تبعي، انه انت عن جد مبرمج او لا. حتى يعني حتى النشاطات هي بابليك للكل، فيهم يشوفوها الناس. تمام، هي بتكون قدران اي شركه توصل لها اذا كان هو البروفايل انه بابليك ومتاح انه هو يشوف، حتى بيشوفوا انه كل شهر هو شو اشتغل، كان مساله حل، حتى في الوان بتميز كل طالب عن الثاني بحسب انه هو شو عم بحل اليوم مسائل. اكيد اللي عم يشارك اليوم بالمسابقات العربيه فهو قاطع ال 2500 مساله بمستويات مختلفه، فهذا شيء رائع. مثل ما قلنا في الشركات العالميه او المهتمه بمجال البرمجه بتتوجه لهون، بتصير بتختار هاي الاشخاص عن طريق كمان مسابقات ممكن تكون اونلاين بهاي الفتره. هلا المسابقه العربيه بالاضافه لموضوع انه هي اليوم عم تجمع طلاب وفرق، عم تحاول تشجع دور الاناث بالمسابقه. يعني اليوم نحن كاناث عددنا كثير قليل، هو ما على مستوى عربي، لا هي المشكله على مستوى عالمي. اليوم اقل من 20%، عم تكون 12% مشاركات الاناث بهيك فعاليات. في اسباب واضحه للمشاركات القليله؟ ممكن يكون خوف، ممكن يكون مثلا انا بوقف بمرحله، ممكن يكون مثلا ان هذا المجال كان متاح للشباب اكثر من البنات، فلهيك بتلاقي اغلب الشركات العالميه عم تقدم دعم خاص لهي الاناث او عم تفصلهم بمرحله لحتى تدعم قدراتهم اكثر. فاليوم كمان الاي سي بي سي عم تقدم شيء هو خاص بالجيرلز، بس بتكون مسابقه اونلاين كمان، منا نحن بناخذ نقاط يعني لتشارك اكثر فرق من عندنا مثلا من سوريا، حتى كمان يساعدوا الصبايا انه ينضموا. خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه لكل حدا، ان كان من الصبايا وان كان من الشباب حابب ينضم للمسابقه، ولكن يعني ذكرنا من شوي في خوف، ولكن يمكن بيان ما رح تقدر تعطي فكره لطالب مثل ما طالب بيعطيها لطالب، وخاصه اذا كان متفوق ويعني خاض تجربه كثير مهمه بهذا المجال. خلينا نحكي شو بتقول لكل حدا حابب ينتسب، كيفيه سهوله الانتساب، كيف يحضر حاله، كيف يحضر معلوماته قبل ما ينتسب ويبين شوي أخف مستوى من غيره عشان ما يخاف. هو المسابقة يعني بتبلش بالجامعات، لما عم يبلشوا بيكون في معسكرات تدريب، فالمعسكرات التدريب هي بتضم طلاب ودائما عم تحتوي، عم يكون فيها طلاب عم يعني عم يجذبوا الطلاب الأصغر منه. نحن مثلا لما نكون سنة ثالثة ورابعة بالجامعة عم نستقطب طلابنا اللي اصغر منا هنا بالسنه الاولى والثانيه والجدد، فبنحاول دائما نشجعهم يعني. فدائما يعني بيكون الواحد اول شيء لا انا بخاف مثلا برمجه، بس هي شوي المسابقه فينا نقول انه هي ما انا مسابقه بس للبرمجه، هي مسابقه تفكير اكثر ما هي برمجه. نعم. فدائما يعني نحن بفريق بالفرق معظم الفرق مثلا بيكون فيها واحد مش ما له علاقه بالبرمجه ابدا، وخصوصا للفرق اللي الفريق الاول اللي حاز على الميداليه الفضيه في طالب عم يدرس صيدلي ما له علاقه بالمعلوماتيه، فهي تماما ما بدها الواحد يكون عنده معرفه مسبقه بالبرمجه محبه قدام تحب القصه حتنجح فيها. هي تتعلق بتفكيره المنطقي وتفكير كيف بحل مشكلاته هو اللي بيواجهها، فهي كثير مفيده له وكثير بتخل لاي شخص ممكن لما بيجرب يحل مشاكله وتنحل معه عن جد، فكتير لحاله رح يكتسب شعور محبة لهي المسابقة. وتقريبا أي حدا عم يشارك بهي المسابقة ولا مرة أي حدا ندم، أو دائما اللي عم يشارك فيه عم يحاول يضل قريب من هالمسابقة، سواء بالتدريب سواء بالتنظيم سواء بالمشاركات المستمرة أو متابعته لأي برامج تدريبية أخرى يعني المسابقة. طيب أهلا، حلمك بيمثل حلم اي شاب سوري، يعني اليوم وين عم يحلم الطالب السوري عنا، يعني بظل هاي الظروف اللي عم نعيشها، الازمات اقتصاديا و الى اخره، يعني الامور معروفه. اليوم انتم كشباب كيف عم تفكروا؟ احنا هلا بالنسبه لسوريا كانت بالفترات القديمه قبل 2011 كان في عندنا ضعف بالمجال المعلوماتي، فدخول هاي المسابقه هو فرصه كثير قويه لحتى نقدر نطور ندخل سوريا العالم المعلوماتي الجديد ونطورها بتكنولوجيا يعني. فنحن كشباب سوري هدفنا انه نوصل سوريا لاعلى المراتب العالميه ان شاء الله، ان شاء الله، وندخل سوق التكنولوجيا لجوا عنا على البلد بشكل كثير فعال ونقدر نطبقه بظل هالازمه. نعم، نحن اكيد فخورين بكل الانجازات يلي عم تتحقق، فخورين بكل حدا عم يتعب لحتى يوصل الشباب والصبايا لهدفهم. يعني تعبنا سنين، صح. حرب تعبنا بدراستنا، ولكن
ولكن حلو انه نلاقي تفوق على ارض الواقع. بدي اتشكركم كثير، ان شاء الله بنستضيفكم وحاصلين على مراتب اقوى واولى اكثر وعالميه تكون. ميرسي كثير لكم. شكرا كثير. شكرا لكم اكيد، وصباح الخير لكم عن جديد.